مرض السكر هو في نوع أول وفي نوع تاني. حلو. أنا بحس إن مرض السكر من الحاجات اللي إحنا ممكن نتجنبها، أو بمعنى صح نقي نفسنا منها أو نحاول نبعدها عننا على قد ما نقدر. إزاي؟ لما نيجي نلاحظ إن حاجة زي مريض السكر من النوع الأول، هي الموضوع بيبدأ من خلايا بيتا عنده اللي بتفرز الإنسولين. وبرضو بالنسبة لمريض السكر النوع الثاني، برضو الموضوع بيبتدي بعد إفراز الإنسولين حساسية الجسم للإنسولين بتبدأ تقل. أوكي. يعني أنا بتكلم في الأول وفي الآخر عن إفراز إنسولين وعن حساسية إنسولين. النقطة دي مهمة جدا. يمكن الشخص لما بيحصل، إحنا دايما بنحب نعمل حاجة اسمها سكر تراكمي. يقولك أنا عايز أعرف أنا إيه، هل أنا نان دايبيتك، أنا مش مريض سكر ولا مش معرض دلوقتي، أو بري دايبيتك، أنا في مرحلة تحضيرية إن أبقى مريض سكر على بعد سنة أو اتنين أو تلاتة، أو دايبيتك أوريدي أنا مريض سكر. أوكي. تفرق قوي يا جماعة معانا. ولكن كلنا بنركز إن إحنا ناخد إيه ونعمل إيه. إذا كنت مريض سكر فأنا بركز على علاجي فقط لا غير. هنا لا، أنا عايز أخليك في ستوب في النقطة دي. أنا زي ما بركز على علاجي، زي ما لازم أركز على المكملات الغذائية اللي تقدر تفيدني عشان أقدر أقلل من خطر مرض زي مرض السكر لو كنت أوريدي مريض بيه، أو خطر الإصابة بيه، وبالذات لو كان عندي حد في العيلة مريض سكر زي الأب أو الأم، سواء كان من النوع الأول أو النوع الثاني، وخصوصا النوع الأول. يعني حضرتك تقصد ان انا كمريض سكر مركزش بس على علاجي؟ مظبوط. لا، انا ركز على الغذاء بتاعي، الفيتامينز اللي محتاجه جسمي اللي هيساعدني ان انا اقاوم مرض السكر او اتعامل معاه بصوره صحيحه. مظبوط. طيب، بالذات ان في ناس بتركز على فيتامينز معينه خاصه فقط لا غير بالاعصاب. هو فعلا مرض السكر، لان هو بيلعب على الاعصاب فعلا، خلايا، هو عباره عن مرض التهابي فعلا بيعمل تاكل في الاعصاب، ودي اكتر نقطه بيعاني منها، او اسرع نقطه بيعاني منها المريض في حاله كمان لو هو uncontrolled، مش أوكي. متحكمين فيه. أوكي. لكن انا في حاجات تانية، في مكملات غذائيه تانية، في فيتامينز مهمه تانية بتقدر تشتغل مع العلاج اللي باخده او تقيني. زي حلو. لما اجي اتكلم على 3 فيتامينز مهمين جدا زي فيتامين الف، فيتامين د، اوميجا 3. انا هعيد تنظيمهم بالنسبه لمرض السكر من حيث الاهميه. ماشي. فيتامين د، اوميجا 3، وفيتامين الف. حلو. طيب نيجي حاجه زي الفيتامين د، يمكن الثلاث مكونات دول صعب ان انا الاقيهم في كبسوله واحده، فقبل كده كنا بنضطر ان احنا ناخده في كذا كبسوله، ناخد كبسولتين من ده وكبسولتين من فيتامين دي وكبسولتين من فيتامين ايه. يبقى الموضوع بجانب علاج السكر اللي باخده، بقى الموضوع بقى فيه استحاله انت عايز تخليني اخد 10 15 كبسوله، كتير قوي. فبالتالي قدرنا نقدر نجمع فيتامين د والف واوميجا 3 في كبسوله واحده اللي هي الكولوسيز. طيب ايه اللي مدي الكولوسيز اهميه لمريض السكر؟ ما هو لازم زي ما بنقول نقنع بعض. نيجي نتكلم على فيتامين د. فيتامين د ايه فايدته؟ تخيلي ان فيتامين د لو هتكلم، هو ليه فوائد كتيره، ولكن النهارده احنا هنتكلم عن فايدته للناس اللي بتعاني من السكر، وخليناه الاول. يعني واضح ان هو فايدته كبيره جدا مع الناس اللي بتعاني من السكر. مظبوط. اوكي. لما اتكلم على خلايا بيتا اللي هي بتنتج الانسولين، الخليه الاساسيه عندي، لما بنقول ان فيتامين زي فيتامين د بيدخل جوه الخليه بيتفاعل مع مستقبلات بيخليها ترتبط مع بعضها، بيشجع جين الانسولين ان يفرز انسولين. انا عندي مشكله رهيبه في الحته دي، يعني اني انا مفروض ان انا لو كنت مريض سكر من النوع الثاني، انا حسيت الانسولين عندي بتبقى قليله، فبالتالي بدي علاجات من بره خارجيه عشان تكسر السكر الموجود عندي في الدم. صح. او اذا كنت من النوع الاول فاوريدي الخليه ما بتنتجش انسولين نتيجه حاجه مناعيه بتهاجمها. فاذا لما بتكلم على نقطه محوريه، نقطه مهمه جدا، الا وهي افراز الانسولين عن طريق التحكم في جين انسولين، فيتامين د ليه قوه رهيبه في النقطه دي. حل. طيب هل كده وبس؟ لا. لما نيجي نتكلم، هو اصلا كده وبس دي قليله؟ دي كتير طبعاً. دي جامده جدا. دي المعلومه دي قويه قوي لكل الناس اللي بتعاني من مرض السكر. مظبوط. ان انا فيتامين د بيكسر ال فيتامين د بيساعد على ان مستقبلات الانسولين ترتبط مع بعضها، فبيحسن اداء جين الانسولين. حلو قوي. فبالتالي هيفرز انسولين. يعني انا مثلا، يعني خدني على قد فهمي، انا مثلا لو باخد كميه ما من الانسولين انا ممكن اقللها؟ بالتاكيد لو فيتامين د عندي كويس. فيتامين د عندي كويس، يعني فهمت صح؟ مظبوط.